بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل محاضرتنا في فصل الأبواب والشبابيك اللي هو الفصل 11 من مادة إنشاء المباني. المحاضرة الماضية توقفنا عند فقرة أنه المصنعين وضعوا لأنفسهم معايير محددة يجب أن تحققها النوافذ للسماح بإنزالها إلى الأسواق واعتبارها صالحة للعمل ضمن المنشآت. قلنا أكو 4 معايير أساسية تم وضعها لهذا الغرض، اللي هي Resistance to Wind Load يجب أن تتحمل ضغط الرياح، Resistance to Water Leakage يجب أن تتحمل ضغط الماء، Resistance to Air Leakage يجب أن تتحمل تسريبات الهواء، عفوا الحالة الثانية هي تسريبات الماء، و Resistance to Force Entry يجب أن تكون عندها القدرة على مقاومة الدخول، خلينا نقول العنيف، يجب أن تقاوم الدخول من الخارج بعنف، يعني لازم تحجب أو تمنع إمكانية اختراقها من الخارج. طيب، اعتمادا على نتائج الفحوصات اللي حققوها، تم تحديد عدة معايير أو تقييمات أساسية لتحديد جودة النافذة. المعيار الأول اللي هو الويندوز ستايل، اللي لازم ينذكر طبعا ضمن التيست، هو الويندوز ستايل. مقصد الكلام انه لازم نحدد هل هي النوع الشباك مالنا من نوع الفيكست او الكيسمنت سلايدنج او وينج ويندو، يعني المعايير او الانواع والاستايلات اللي حكينا عليها بالمحاضرات السابقه. طيب، هاي المعايير اعتمادا عليها تم وضع مختصرات لحسب يعني حسب الستايل مال النافذ. طبعا هذا المختصرات نقدر نشوفه بجدول 31-1، فنشوف مثلا انه للنافذه نوع الفيكست الكود يرمز لها برمز اف، اذا دائما من نشوف رمز الاف على اي نافذه معناها هاي نافذه فيكست. السنجل والدبل التربل هانج كلها يرمز لها بالرمز اتش، كيسمنت سي، الهوريزونتال سلايدنج اتش اس، الاوينج والهوبر اي بي، vertically pivoted VP والhorizontal pivoted HP. هاي هي المعايير أو هذه هي الرموز اللي تم وضعها للنوافذ بحسب ستايلها في الكودات. طيب، المعيار الثاني أو الشيء الثاني لازم يتحقق ضمن الفحوصات واللي لازم يثبت هو الويندو بيرفورمانس كلاس، يعني الصنف أداء النافذة. طبعا هذه قسموها إلى 5 أجزاء أو 5 تصنيفات أو 5 أصناف، اللي هي The 5 Performance Classes. الكود الرموز اللي هي R L C C A C A W، وكل واحد من ذني يمثل فشي حسب الجدول 31-2. خلينا نجي نشوفه، شوف انه حسب الجدول 31-2 اعطى للبرفورمانس كلاس اللي هو العمود الاول اد ابريفيشن اللي هي المختصرات مالتها للريزيدنتال المباني السكنيه، تم وضع الرمز ار لها للكلاس الخاص بها، اللايت كوميرشال الاعمال التجاريه الخفيفه المباني التجاريه خلينا نرمزها بالال سي، الكوميرشال رمز سي، الهيفي كوميرشال اتش سي، والاركتكتشرال اللي هي المعماريه ابنيه معماريه نرمزها بالرمز الاي دبليو. الشيء الثالث اللي لازم يتم وضعه ضمن تقييم النوافذ هو الويندو بيرفورمانس جريد. طيب، شنو نقصد بالويندوز بيرفورمانس جريد؟ هنا يتضمن الجريد عدة أشياء. أولا الالاوبل أو اللي نقدر نسميه الديزاين ويند لود اون ذا ويندو، ايش قد اني عندي حمل مسموح من ضغط الرياح على النافذة، وهذا يقاس بوحدات الباوند بير سكوير فوت، هذا حسب النظام الأمريكي. أما إذا أردنا نستخدمه عدة فلازم طبعا نحوله إلى وحدات اللي تناسبنا، كانت تكون مثلا كيلوغرام لكل متر مربع، ونقدر نحولها بكل بساطة. طبعا في هذا النوع دائما الفاكتور اوف سيفتي يأخذ 1.5 حتى نقدر نشتغل عليه، بمعنى انه اني الفاكتور اوف سيفتي الالاوبل مالي
يجب أن يتم تخفيضه عن الحد أو الماكسيموم أو النتيجة اللي راح أحصلها فعليا من اختبار النافذة. مثل ما متعلمين دائما في أعمال المدنية، دائما نشتغل على فاكتور اوف سيفتي تجنبا للمشاكل التي قد تحدث مستقبلا من دون ما يكون عندنا توقع أو إمكانية السيطرة عليها. طيب خلينا نجي نرجع للعمود الأول أو العمود الثاني، هنا راح يساعدنا اللي هو الـ Performance Grid، اللي هو قلنا اللي قدرنا نسميه الـ Allowable أو الـ Design Wind Load، يقاس مثل ما قلنا بوحدات الـ Pound per Square Foot. نشوف الـ Residential يعطيه قيمة 15، للـ Light Commercial 25، للـ Commercial 30، للـ Heavy Commercial 40، والـ Architectural 40 أيضا. إذا هذه هي الأحمال التصميمية، لكن هاي الأحمال التصميمية اعتمادا على شنو جتي؟ اعتمادا على باقي المعايير اللي هسه راح نجي نشوفها. شوف هنا مثلا لضغط الرياح اللي حكينا عليه قبل شوي، قلنا ناخذ فاكتور اوف سيفتي 1.5. مثلا أني بعد ما نفذت النافذة، طبعا هالحكي في يعني خلينا نقول المعمل المسؤول عن تصنيع النوافذ في مراحل ما قبل التجهيز، انا صنعت النافذه جمعتها واختبرت المقاومه مقاومه الرياح يعني، وكانت الاقصى حمل تحملتها هي 45 بي اس اف. معناها انا من اجي اصمم افترض النافذه تشتغل ثلثين من هذه القيمه، فاذا كانت 45 اذا انا راح اجي انفذ على 30 لاغراض التصميم. هذا هو المقصد اللي جاي نحكي عنه. طيب ايش عندنا ايضا؟ عندنا ممكن مثل ما قلنا اختبارات لاغراض نشيك الووتر ليكج. هذا الووتر ليكج لازم يكون تحت ضغط استاتيكي للماء اللي هو ستاتيك ووتر بريشر. ايضا هو راح نحصله ايضا موجود في الجدول 31.2. في هذا تحت هذا الضغط النافذة او المجمع بعد ما نهاية ما تنتهي لازم يحدث بها اي تسريب للماء وعليه، فان هذا الاختبار يعتبر من نوع اختبارات الباس فيل، يعني النافذة اما تعبر بالاختبار وانك تنجح وتقدر تستخدمها او تفشل ويجب ان يعاد تصميمها من جديد ويعاد تجميعها. فاذا ما عندي حدود وسط في هذا الاختبار، يا اما تكون ناجح او فاشل، ما عندي اي حدود اخرى. طيب بالنسبه لويندو اير ليكج تسريبات الهواء، مثل ما راح نشوف ايضا في الجدول 31.2 لازم ما تتجاوز ال 0.3 من الكيوبيك فيت بير منت بير سكوير فوت. بمعنى انه اني السماحيه مالتي لازم تكون ما تتجاوز ال 0.3. شنو نقصد 0.3؟ بوحدات القدم المكعب في الدقيقة الواحدة لكل فوت مربع من مساحة النافذة. يعني شلون تنقاس؟ أنا أجي أشوف مساحة النافذة مالتي بعد ما أقسم كمية الهواء اللي عبرت منه بالمتر المكعب في حالتنا احنا، وهم بالنسبة لهم راح يستخدمون بالقدم المكعب، أجي أقسمه على المساحة مال النافذة. فإذا المسموح لي لكل واحد قدم مكعب مربع عفوا من مساحة النافذة بعد ما تتقسم لازم ما تتجاوز نسبة الهواء اللي عبرت من عنده حجم مقداره 0.3 قدم مكعب في كل دقيقة. هاي هي السماحية المتاحة عندنا طبعا. وهذا النوع ايضا من يتم اختباره ايضا من نوع الباس فيل، يعني النافذة يا اما تكون ناجحة وما يصير بيها ليك، يا اما تكون صار بيها ليك تعتبر فاشلة. ايضا ما عندي قيم وسطيه. فاذا هو اختبار اخر من اختبارات ناجح فاشل. طبعا النافذه ايضا مثل ما شفنا المعايير الاربعه الفوق انه لازم تكون عته او يختبر لمقاومه الفورس انتري ريزيستنس، مقاومه الدخول خلينا نقول بعنوه دخول باقتحام. وهذا ايضا راح يكون مطابق لكل استندراتنا، ما عندي استندر معين، كل منطقة أو كل وث يعني لها استندرها الخاص، بس أيضا راح يعتبر من نوع الباس فيل تيست، ما بيه حلول وسط. نرجع هسه للجدول
جدول 31/2 نفتهم بالتفاصيل. مثل ما قلنا العمود الأول كان خاص بالبيرفورمانس كلاس، عرفنا الرموز الخاصة بيكون نوع من أنواع المباني. العمود الثاني مثل ما قلنا البيرفورمانس جريد، واللي هو يمثل الالاوبل أو الديزاين ويندلود اللي أنا اشتغل عليه، وقلنا هذا دائما يأخذ بيه فاكتور أوف سيفتي 1.5، بمعنى أنه القيمة الموجودة هنا هي ثلثين من قيمة الضغط الهواء اللي نتج من الاختبار على النوافذ المجمعة. شو أنا تشيك هذا؟ نجي نشوف بالنسبة للريزيدنت العمود هنا العمود الثالث اللي هو المينيمم ويند لود ريزيستنس. المينيمم هذا هو أقل حمل تصميمي، العفو ليس تصميمي، أنا الفعلي اللي جاي أنا أنفذ عليه. أنا عندي سويت كذا نافذة بالمعمل سويتين وأجريت عليهم فحوصات، كل واحدة فشلت في قيمة، أقل قيمة بيهن فشلت بيها بالنسبة لضغط الرياح مثلا هاي 22.5، أخذ ثلثين هذه القيمة هي اللي تمثل البيرفورمانس جريد مالتي اللي هي الاوبل المسموح عندي. ثلثين ال 22.5 راح تكون 15، ثلثين 60 40، ثلثين 45 30، وهكذا. فاذا هذه القيمه دائما تجينا منين؟ من المينيمم ويند لود، بمعنى هاي القيم هي مو القيم اللي استند، هذا الحد الادنى. لكن اذا كان انا عندي هنا مفرضا هذه القيمه ما طلعت 22.5 بالنسبه للريزيدنتال واللي قلنا المينيمم الاقل شيء مسموح بالمباني السكنيه، طلعت عندي بالفحوصات 40 او 45، اذا صارت هاي 45 انا من اجي اصمم ما اصمم على 15، انا ما راح اصمم على 30 في هذه الحاله. العمود الثالث مثل ما واضح يمثل الووتر ليكج تيست بريشر، طبعا مثل ما قلنا هذا يتم اجراءه تحت ضغط استاتيكي، وهذا الضغط الاستاتيكي يؤخذ باكثر من قيمه. هنا راح تكون الضغط الاستاتيكي اللي انا استعمله بالنسبه للمباني السكنيه يجب ان يكون قيمته بحدود 19% من الضغط الرياح. بالنسبة لللايت كوميرشال والكوميرشال والهيفي كوميرشال تأخذ بحدود 15% من ضغط الرياح، بالنسبة للأرشيتكتشر تأخذ 20% من ضغط الرياح. بمعنى أنه آني هذه القيمة اللي هي 2.86 مثل 19% من 15، القيم الثلاثة ذني يمثلن 15% من القيم المقابلة لهن من الحمل الرياح التصميمي، وهذه القيمة الثمانية تمثل 20% من قيمة الأربعين الموجودة في الحمل التصميمي للرياح. بالنسبة للإير ليكج تيست بريشر، هذا هو الضغط المسموح بالحد الأدنى لكل نوع من الكلاسات الخاصة بالنوافذ. مثلا الكلاس R أقل قيمة مسموحة هي 1.57 بالنسبة للإير ليكج. بهذا الضغط هو أقل ضغط لازم يكون مقاوم إليه، إذا صار ضمن هذا الضغط تسريب إذن النافذة تعتبر فاشلة، وهكذا بالنسبة لباقي القيم. كل قيمة تقابل حسب نوع النافذة والنشاط الخاص بها. وهذه هي القيمة الأخيرة اللي هي الريت اللي حكينا عليه قبل شوي، اللي هو 0.3 بالنسبة لكل النوافذ، اللي يعتبر 0.3 متر يعني 0.3 كيوبك فوت قدم مكعب بالدقيقة لكل قدم مربع من مساحة النافذة. معيار آخر اللي لازم يثبت هو أبعاد النافذة، طبعا هذا معيار مهم في أنظمة التصميم، لأنه في حال طبعا النافذة لازم يثبت العرض والارتفاع الخاص بها بوحدات الإنج بالنسبة للنظام الأمريكي، وحدات السنتيمتر أو المليمتر بالنظام العالمي. بشكل عام إذا كل المتغيرات والعوامل السابقة كانت ثابتة، إذا النافذة صغيرة بشكل عام راح تكون أدائها وقيم اللي راح تعطيها أفضل من النافذة الكبيرة تحت الاختبارات كلها بشكل عام. وعليه المقاييس الستاندر دائما تحط لنا المينيمم ويندو سايز فور ايتش بيرفورمانس كلاس اند بيرفورمانس جريد، لكل تصنيف للاداء او درجه
للأداء، إذا لازم يحدد لي بمينيموم ويندو سايز بحسب الجريد والكلاس. في كل ستاندر راح نلقى المقياس الخاص به. طبعا بالنسبة اللي حكينا قبلها، المعايير اللي حكينا عليها قبل شوية وبالمحاضرات اللي مضت، كلها تمثل الحد الأدنى من المعايير المطلوب توفرها بالنافذة. لكن كل مصنع من مصنعين النوافذ يمكن أن يضيف اختبارات خاصة به حتى يثبت كفاءة النوافذ اللي هو ينتجها ويقدر يسوق لها بشكل أفضل. مثلا ممكن يسوون اختبارات من نوع الـ Operating Force Test، بمعنى اختبارات لقياس قوة الأداء لهذه النوافذ، قوة أداء العمل الناحية العملية يعني. مثل إيش؟ مثل الـ Force Required to Open and Close Window، يعني مثل اختبار إنه أنا جد أحتاج قوة حتى أفتح وأسد النافذة اللي أنا مسويها. يعني ممكن النافذة محققة كل المعايير السابقة جيدة جدا، لكن أكو بيها مشكلة بالتصميم تخلي فتحها يراد له قوة كبيرة تكون مزعجة أثناء الفتح والسد. هنا هذه إشكالية، فإذا لازم يوفر نافذة تفتح وتغلق بسهولة. نوع آخر من الفحوصات اللي ممكن يتم إجراها اللي هي اللايف سايكل تيست، اختبار دورة الحياة. دورة حياة شنو؟ مثلا هذا الاختبار يحدد لي كل جزء من أجزاء النافذة القابلة للحركة إيش قد عندها إمكانية تشتغل وتحقق دورات لعملها. مثلا نرمادة الشباك، النرمادة اللي هي الهنجات اللي تعلي تثبت الشباك مالنا، إيش قد عنده قدرة إنه يتحمل عمليات فتح وسد قبل ما يصير بيه مشكلة. اليد المتحركة، طبعا اليد راح تتحرك حول المحور، ايش قد عندها قابلية انه تفتح وتغلق قبل ما يصير بها عطب. هذا النوع من الاختبارات هو اللي نسميه اللايف سايكل تيست، فاذا لازم تكون عندها جودة عالية. مثلا نوافذنا، نشوف نوافذنا القديمة الحديد جدا قوية، بس من نبدل مثلا اليد مالت النافذة يد الشباك ونجيب اليدات الجديدة هاي الصينية الرخيصة او العراقية الصب، شوف مجرد ما احطها بعد فترة ما تتجاوز قد ما توصل شهر ما تكمل ويصير بها عملية الكسر. هاي نوع من أنواع المشاكل اللي ممكن يثبت المصنع قابليته وقدرته على تجاوزها من خلال استخدامه لمواد جيدة وتصميم جيد ويقدر يختبر إياها. اختبار آخر اللي هو الـ Vertical Deflection Test، اللي هو اختبار الهطول العمودي. هذا وين يتشيك؟ طبعا نقدر نتشيك بيه الإطار مال النافذة مالتنا، خاصة في نوع الكيسمنت ويندو، يعني ما يصير بيه هطول بعد فترة، مو تحت تأثير ضغط بسيط أو تحت تأثير تغيرات في درجات الحرارة. أشوف صار عندي بيه ديفليكشن وبدت النافذة مالتي يا إما ما تغلق أو ما تفتح ويصير بها عملية نسميها مجيمة، النرمادة أو الشيء اللي فردة الشباك ما تتحرك، لازم ما تكون به هذه المشكلة. طبعا أيضا اختبار آخر هو الأكوستيكال ويندو، النوافذ اللي موجودة في مثل ما قلنا مثلا في استوديوهات اللي مطلوب منها أن تحقق لها عزل صوتي، لازم يتم اختبارها أيضا حتى نثبت أو تثبت أن أنه هي بها قابلية عزل جيدة للصوت. كل هذه معايير إضافية ممكن يضيفها المصنع على الاختبارات او المعايير اللي حكينا عليها سابقا اللي هي كانت الحد الادنى اللي لازم تتوفر. مثل ما قلت كل مصنع يقدر يضيف اختبارات من هالانواع قدر ما يشاء. طيب صراحة نحكي عن الويندوز انستليشن اند سراوندنج ديتيل، راح نحكي عن اسلوب تنفيذ او تثبيت النوافذ والظروف المحيطة بهذه العملية. طبعا بشكل عام النوافذ الحديثة تكون تيجي دائما للموقع مجمعة بالكامل، وحتى تكون مضمنة كثير من الأحيان الزجاج بداخلها لتسهيل عملية تثبيتها في مكاناتها بدون مشاكل. بشكل عام مبانينا الكلاسيكية فقط النوافذ اللي تكون يعني ذات مساحة زجاجية جدا كبيرة هي اللي تكون محددة بس في استخدام الزجاج اللي تكون تثبيتها موقعيا.
حتى يكون مناسب يعني خلينا نقول للإطار الخاص بي ودون مشاكل. لكن بشكل عام حتى هذا النوع من النوافذ اللي تكون زجاج ماله جدا كبير، في كثير من المنشآت خاصة اللي تكون منشآت عالية تتطلب رفعها بكرينات، راح يكون الزجاج مثبت بالكامل مثل ما راح نشوف في هذه الصور. نساي نافذة محيطة يعني النافذة للمبنى كبيرة الحجم، في الغالب تكون يعني تجي قطعة واحدة، بعض الأحيان ممكن نثبتها داخل العمل الزجاج. طبعا راح يكون كلامنا عنه نفس الحكي، هنا راح نقدر نعكسه. وأيضا بشكل أوضح في هذا النافذة مثل النوافذ المستخدمة في ناطحات السحاب، تكون كل وحدة من ذني جاية النافذة زجاج مع الإطار مالها قطعة كاملة، يتم رفعها وتثبيتها مباشرة في مكانها عن طريق تثبيت البراغي المصممة لها، مو بداخل الموقع أنا أجي أحط الإطار وبعدين أجيب الزجاج وأركبه، عملية جدا صعبة ومعقدة تكون. فلتسهيل هذه الإجراءات تجي النوافذ الحديثة في الغالب تجي كقطعة واحدة مضمنة حتى الزجاج الخاص بها. طيب بشكل عام مصنعين النوافذ يوصون دائما انه يكون تثبيت نوافذهم بعد ما ينتهي عملية خلينا نقول الإكساءات الخارجية للجدران، يعني نقصد بها اللبخ مثلا أو إعمال الحجر التغليف ماله أو أي عملية تغليف أو إكساءات خارجية، يفضل بعد ما تنتهي هذه الإكساءات يجي يثبت النافذة مالته. طبعا جاي نحكي هنا عن نوافذ من نوع نوافذ الألمنيوم مثلا، نوافذ اللي ممكن الفينيل البلاستيك أو الفايبر جلاس، مو نوافذنا الكلاسيكية الاعتيادية مالتنا هذه اللي هي مكونة من الحديد اللي يكون بزراسات تدخل داخل الجدار، لا مو انه نحكي عن نوافذ الالمنيوم. الهدف من هاي العملية انه يحافظون على النافذة من حدوث اي اضرار ممكن تكون تنتج نتيجة اعمال انهاء الواجهة الخارجية، مثلا انهاء مثلا مشاكل فيزيائية ممكن تحدث، هو انه يصير عندي كسر بالزجاج نتيجة العمل اللي جاي يصير خارج النافذة، او ممكن حدوث عملية سكراتشنج اللي هي عملية خلينا نقول الخدوش للطلاء الخاص بالنافذة. أيضا المشاكل والأضرار الكيميائية أيضا يجب أن تؤخذ يعني بنظر الاعتبار، مثلا إذا كان أنا عندي نافذة مصنوعة من الألمنيوم ممكن المورتر الحديث مان يعني مونة الإسمنت إذا استعملناها تتفاعل بشكل سلبي مع الألمنيوم ويسبب تشوهات في النافذة. لذلك دائما ينصحون انه تنفيذ النوافذ يكون بعد انهاء الواجهات الخارجية. بأعمالنا الاعتيادية الحديد نحاول نحط النافذة بس الإطار يعني راح نكون بدون الزجاج في القالب، ويكون فقط مطلوب الرادلة الأحمر ما بها يعني أي صبغ أو إنهاءات. ليش؟ نحن راح نتوقع أنه بعد ما تنتهي أعمال الإكساءات الخارجية والداخلية راح نشوف كمية من الإسمنت والبياض والبورق والأتربة تغطي هذا الأجزاء من النافذة، وإضافة إلى حدوث الخدوش والصبغ. ولذلك بعد ما ننتهي العملية نعيد طلاءها بالرادلة، نصبغها أي طبقة بويا مثلا، وبعدين نبدي نثبت الزجاج بداخلها. لكن في بعض الأحيان إذا كان من يعني محتم علينا انه لازم ننفذ النافذة قبل ما تنتهي، فمثل ما حسيت والنافذة خصوصا اذا كانت نافذة من النوع المجمعة بالكامل هي زجاجة مع الانهاءات الخارجية الخاصة بشكل النافذة، هيك حالة راح تتطلب من عندنا انه ناخذ احتياطات كثيرة حتى نحمي النافذة مالتنا من حدوث الاضرار اللي حكينا عليها سابقا. مثلا هاي النافذة اللي نشوفها قدامنا، شوف انه بعد ما نفذوها غلفوها بالكامل بالنايلون حتى أي أعمال للإكساءات الخارجية ما راح توصل للنافذة بالأضرار الفيزيائية أو الكيميائية. طبعا احنا في الغالب كيميائيا جاي نقصد هنا، لأن ما معقول إذا تجي ضربة على النايلون راح يقدر يحمي الزجاج، لكن ممكن ناخذ احتياطات أكثر كأنه نحط عليه طبقات من الفلين بحيث تجي تتحمل الضربات الفيزيائية. فهذه الاعتبارات يجب أن ناخذها بنظر أثناء التنفيذ بنظر الاعتبار.
طيب هسه راح نحكي عن الانستليشن اوف ويندو وذ نيلينج فلانج. عندنا نوع من النوافذ اللي يصير بيها فلانجه اللي مثل الشفه تحيط بالنافذه بالكامل، وهذه تم تثبيت هذه الشفه على الجدران من خلال النيلينج اللي هي البسامير او البراغي. فهذا النوع من النوافذ بشكل اساسي تجي مع اكثر استخدامها، يعني راح يكون مع المباني والجدران اللي التغليف الخارجي مالها من الناحية الخارجية راح يكون في الغالب خشب، أو ممكن يكون من الجرس أو من النوع الـ EIFS اللي هي Exterior Insulation and Finish System Cladding. هاي الأنظمة الثلاثة من سهل جدا أن نستخدم بها النوافذ اللي تحتوي على فلانجة. أيضا ممكن نستخدمها بالنوافذ اللي تستخدم مع الجدران اللي نسميها الماسونري فينيري كلادينج، يعني جدار. انا يعني عندي فالجدار خلينا نقول اساسي، وعندي جدار من الطابوق اللي يشكل قشره، مثلا قشره معماريه لاغراض الجماليه والشكل. فيكون انا عندي طابوق من وجه، يعني من مثل تكون تيغه خلينا نسميها اللي بوجه ال 12 سنتيم، ويتم بناءه. اذا اقدر انا اثبت هاي النوافذ على هذا الطابوق الخارجي اللي سميناه الماسونري فينير كلادينج. لكن بهذا النوع الاخير راح يتطلب بعض التفاصيل الاكثر تعقيدا من الانواع الاولى، طبعا نتيجه طبيعه الطابوق وصعوبه تثبيت البراغي بداخله. وعليه بشكل اساسي تثبيت هذا النوع من النوافذ يكون اجرائيا وعمليا بسيط جدا. كل اللي راح نحتاجه انه نثبته ببرغي على الجدار. طبعا النتيجه لشكل النافذ الاساسي اللي هو يحتوي هذه الشفه اللي راح تثبت على الجدار بماده من الصمغ بالاضافه للبراغي، فهو تلقائيا شبه ووتر بروف صاير، يعني اساسا ما يسمح بنفاذيه مي من خلاله. لكن للاطمئنان اكثر، في كثير من الاحيان انه نستخدم طبقه ووتر بروف ثانيه بعد الفلنجه هذه حتى نعطي طبقه حمايه اضافيه، نكون من خلالها مأمنين انه ما راح يصير عندي لا ليكات او تسريبات لا للماء ولا للهواء. نجي نشوف من خلال هذه الصور توضح لنا الاسلوب تنفيذ هذه النوافذ وشلون اقدر اني اثبتها بالجدار. هذه الصوره الاولى تمثل لي نافذه مصنعه بالكامل مع الزجاج الخاص بها، وهذا الاطار اللي يحيط به هو اللي الفلنج اللي راح يشتغل مع النافذه. طيب الخطوة الثانية، الصورة الثانية اللي هنا نشوفها، شوف انه هون عندي الفتحات موجودة وحاطين على الفتحة هذا الاطار الاسود، هو عبارة عن مادة لاصقة تسمح بالنافذة انه تيجي تلتصق عليها وتشكل لي طبقة من الووتر بروف تسمح تمنع نضوح المي الى داخل المبنى، ايضا الهواء ما يصير عندي ليكات نتيجة وجود فتحات. فاذا هذا التيب الووتر بروف بالاضافه للفلنج الموجوده بالنافذه هي يعني راح يعملن كوحده واحده ل تنفيذ نافذه ممتازه من حيث عدم سماحيتها بنفاذيه الماء والهواء من خلالها. نشوف هنا اخر مرحله، انه بعد ما تجي النافذه يتم ادخالها بالتجويف الخاص بها، وبعدها يتم تثبيت النافذه باستخدام البراغي او البسامير، وتثبيت هذه من خلال البراغي على الجدار الخاص بها فوق الووتر بروف تيب اللي حكينا عليه. لكن هاي العملية مثل ما جاي نشوف بصورة تتطلب على الأقل عاملين، الأول اللي هو يقوم بالتثبيت اللي هو هذا الشخص هنا، الثاني وظيفته أنه يستخدم الكبان مباشرة مثل ما جاي نشوف هنا في الحرب. هاي الصورة مثل ما جاي نشوفها هنا، هذا الجزء اللي هنا هو القبان للميزان، يعني وظيفته انه يتاكد من استوائيه النافذه انها تكون افقيه بشكل كامل اثناء عمليه التثبيت، لانه اي خطا بالتثبيت راح يعطيني نافذه مائله وبالتالي راح يصير عندي فشل، يا اما انشائي يعني من حيث الوظيفه حصل بها مشاكل بالليك، او من الناحيه الجماليه المعماريه راح تكون
غير مقبولة ومرفوضة من حيث الشكل. ولذلك الحد الأدنى راح نحتاج به اثنين يشتغلون مع بعضهم لتثبيت النافذة والحفاظ على مستوى أفقي صحيح. طبعا لهنا راح تنتهي محاضرتنا اليوم، إن شاء الله ألتقيكم بالأسبوع القادم في تكملة الفصل والتعرف على تفاصيل الأبواب من حيث تصنيفاتها وأشكالها. شكرا للاستماع والإصغاء وحضور المحاضرة.